السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة عالم أعمال يدوية. كنقترح عليكم اليوم كيفية عمل الشمعات وتزيينها بطريقة مختلفة. كيف كتشاهدوا، بقاو معنا لمتابعة التفاصيل. أول شيء نقطع الشمع قطع صغيرة ثم نذيبه في حمام مريم. نضيف عليه ملون الشمع حسب اختياركم ونحرك حتى يتغير لون الشمع وتتم عملية الذوبان. من بعد نحتاج إلى الفازلين وقالب للشمع. أنا هنا استعملت كأس زجاجي. نقوم بدهن الكأس بالفازلين لكي يسهل علينا إزالة الشمعة من الكأس، ثم نقوم بتثبيت الفتيلة بمشبك الغسيل. نتأكد جيدا أن الفتيلة وسط الكأس، ثم نصب الشمع الذي قمنا مسبقا بتذويبه ونتركه حتى يتجمد تماما. هذا هو شكل الشمعات بعد إزالتها من القالب. لدينا اللون الأبيض والبرتقالي والأحمر وأيضا البني. نمر الآن إلى التزيين. أول شمعة أقترح عليكم تزيينها بالحناء والعقيق أو الخرز. أنا هنا استعملت 3 عقيقات فقط من حجم متوسط. نثبتهم باللصاق ثم نقوم بنقش وردات بالحناء بحيث تكون العقيقة وسط الوردة. تشاهدوا هذا هو الشكل الشمعة. خولة ابنتي تساعدني في أعمال يدوية. سوف نقوم بتثبيت العقيق من الحجم الصغير باللصاق لكي تبدو الشمعة أكثر جمالية. هذا هو الشكل النهائي للشمعة بعد أن جفت الحناء. في هذه الشمعة سنقوم بتزيينها بشريط من الدنتيل من اختياركم طبعا. أنا استعملت هذا الشكل. سوف نقوم بتثبيته باللصاق كما تشاهدون، وفي الجوانب سنقوم بإضافة بعض العقيق ونثبته أيضا باللصاق. هذه الشموع يمكن لكم أن تزينوا بها غرف النوم أو صالة الضيوف، أو يمكن أيضا استعمالها في المناسبات أو حفلات النجاح وغيرها، كما يمكن تقديمها كهدية للأقارب والأصدقاء. وفي
صورتي هذه الشمعة، سنحتاج إلى لصاق الغراء ونقوم بدهن الشمعة بذلك اللصاق حتى تتغطى الشمعة بكاملها كما تشاهدون، ونقوم بإلصاق هذا العقيق على كامل الشمعة. هذا عقيق من نوع الرقيق، استعملت لونين مختلفين من العقيق، كما يمكنكم إضافة ألوان أخرى حسب. نتركه حتى يجف ونقوم بإضافة بعض الأكسسوارات من اختياركم طبعا، ونلصقها باللصاق. وهذا هو الشكل الذي سوف نحصل عليه في الأخير. أيضا في هذه الشمعة الرابعة والأخيرة فسوف نحتاج إلى ورق مقوم، ونقوم بتقطيعه على الشكل الذي ترغبون فيه. أنا هنا قمت بتقطيعه مسبقا على شكل قلب، ونضعه على الشمعة لتحديد المكان الذي سوف نصبغه. استعملت هنا صباغة الأظافر. بلونين مختلفين. ونقوم بإلصاق بعض الأكسسوارات في جوانب الشكل الذي قمنا برسمه، ونضيف بعض حبات العقيق في الجوانب بشكل عشوائي كما سوف تلاحظون، وتبقى هذه أفكار بسيطة ومتواضعة نقدمها لكم من عالم أعمال يدوية، ولكم الحرية في الإبداع واختيار الأكسسوارات التي تفضلونها. وفي الأخير نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى أن نكون دائما عند حسن ظنكم. أكيد أننا نرحب بجميع تعليقاتكم واستفساراتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.